السلام عليكم. اليوم راح نشرح لكم ايش في شرح بسيط شلون راح ندخل الصور ناخذهم بالكاميرا ونروح ناخذهم ونحولهم بي دي اف ونصعدهم على الدار. زين، مثلا هسه هذه اوكي، اخذت الصوره الاولى اوكي، هذه اخذت الصوره الثانيه. هسه اوكي اخذنا صور، نروح على يا برنامج. طبعا انا هنا هواي اكو برنامج، انا منزل هذا برنامج بي دي اف ريدر اوكي، ندخل عليه برنامج بي دي اف ريدر، دخلنا عليه، نختار من الزائد هسه هذه، نختار فوتوز زين، نختار هاي فوتوز، نختار ذني مثلا هسه احنا اللي اخذناها خلينا نقول اثنين اوكي، اقول له دور هنا شو اللي نسميه، خلينا نقول راح اسميه امتحان مثلا او اي شيء انت تريد تسمي. سويت لك كونفرت زين، هسه هاي مجرد اني هسه حولت، بس اني حاليا حولت اوكي. راح مثلا نقول له سوي شير، وين نريد ندز، ما نريد ندز منه نسوي كتجربه، لا نريد نفتحه. هاي طبعا شو اسمه الاعلان بسيط على البرنامج زين، مثلا هسه هذا هو، هذا هو الامتحان زين. هسه شو نريد مثلا، خلينا نقول نريد ندز على اليمن، نريد مثلا نريد ندز نسوي هنا فد بحث بسيط شو اسمه سميناه احنا امتحان، هذا الامتحان اوكي، هذا الامتحان وتدزوه لاي مكان ان شاء الله. هسه حاليا ما مفتوح خاصيه، نقدر نفتح ندزها للدان بعدين هم راح يفتحون خاصيه، وهنا وسهلا.